السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني. حلقة جديدة في أسبوع جديد، إن شاء الله الأسبوع ده محضر لكم شوية وصفات عسل. وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة جايبة لكم شوية وصفات حكاية، جايبة لكم يعني أنا بدخل على طول في الوصفة يا جماعة، لأن أكلة النهاردة، وصفة النهاردة حاجة كده بالعيش، بنحب ناكلها بالعيش. من غير ما أخدكم في كلام كتير، النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طاجن البامية بالطشة. لا، ومش بامية بالطشة بس بقى، ده كمان بامية باللحمة الضاني، يعني طاجن اللحمة الضاني بالطشة. بس يا سارة مستحيل مطلقا، احنا كمان عاملين مع بعض طاجن ملوخية. وبس يا سارة لسان العصفور، شوية مخللات وشوية عيش بلدي كده عشان ناكل بيهم، يفتح نفسنا ونسمي بالله بقى، يلا على طول وناكل. هنخش على المقادير، وبعد المقادير على طول هنخش على طريقة التحضير. أول حاجة معايا لحمة ضاني، ومعايا ورق لورا، معايا كمان حبهان فلفل اسود، ومعايا بصل مفروم، ثوم مفروم، نص كيلو باميه، عصير طماطم وطماطم معلبه، ملح، فلفل، كزبره، كمون. معانا كمان ملوخيه فروزن، وثوم مفروم وكزبره وملح ولسان عصفور ومرقه. ساره انت ليه قلتي ملوخيه فروزن؟ ليه ما قلتيش ملوخيه خضراء؟ عشان الملوخيه الخضراء ليها طريقه، والملوخيه الفروزن ليها طريقه، وده اللي انا جايه النهارده من واقعي هذا عشان اقوله. الناس اللي بتشتري الملوخيه الفروزن وتيجي تعملها في بيته تقول لك الملوخيه الفروزن دي ما تنفعش ومش لطيفه ومش تمام، انا من موقعي هذا جايه لكم النهارده عشان اقول لكم يا جماعه العيب مش في الملوخيه، العيب مش في الفروزن، العيب في طريقه عملها. وعلى فكرة الفيديوز دي من الفيديوز اللي انتشرت ليا قوي، ازاي نعمل مع بعض الملوخية الفروزن ونطلعها زي الملوخية الخضراء بالظبط. هنحضر اول حاجة اللحمة، واحنا بنحضر اللحمة هنتكلم ونعرف بقى قصة الملوخية الفروزن دي. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنجيب حلة نرفعها على نار، وننزل بقى ايه، معلقة حلوة كده من السمنة، ايوه معلقة حلوة من السمنة. ومعايا بقى اللحمة الضاني. يا ساره يعني لازم نعملها بلحمه ضاني؟ لا، ممكن نعملها بلحمه ضاني، ممكن نعملها بلحمه كندوز، لحمه جاموسي، اللي انت عايزاه، بس احلى حاجه للطعم اللحمه الضاني. سيد الطعام، هنعمل ايه بقى؟ ننزل كده، ايوه قطع اللحمه على، احنا عملنا ايه دلوقتي؟ خلينا السمنه تسخن عشان اول ما ننزل باللحمه تعمل التش دي. التش دي مهمة قوي. يعني ايه اصلا التش مهمة؟ والله مهمة جدا يا جماعة، لانها بتخلي اللحمة تقفل المسام بتاعتها وتحتفظ بالعصارة ما تنشفش معاك. قلبي بقى كده اللحمة اللي انا بستخدمها النهاردة، لحمة ضاني ومن الرقبة. يا ساره انا استخدم اي حتة في الضاني، بصي البامية حتة من الرقبة يا جماعة، كل حتة في الخروف وليه استخدامه، كل حتة في العجل وليه استخدامه. هتعملي بامية لحمة، هتعملي بامية يبقى لحمة ضاني من الرقبة. طب يا سارة الموزة؟ مش هتقول لا، هتبقى جميلة، بس الموزة بتبقى أحلى أكتر في الطواجن. طب يا سارة مالها يعني الكتف؟ الكتف بيبقى جميل جدا، بس بيبقى أحلى لما تعمليه مع الفتة. كل حاجة وليها حاجتها. نعمل إيه بقى؟ نشوح كده، هي تخصصات يعني، كل حاجة متخصصة في حاجة، زي ما قلت لكم البامية تخصصها الرقبة، بتكون جميلة كده وملبسة وانت بتاكليها كده يومي يومي كده. نعمل بقى ايه؟ هننزل حاجة بسيطة خالص من الحبهان، حاجة بسيطة خالص من ورق اللورة، ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، بس عشان نمسك بقى الفلفل الاسود نلبس ايه؟ جلافظتنا. تمام كده، نلبس بقى جلافظتنا. وزي ما قلت لكم الاهم من الشغل تظبيط الشغل، يعني كل حاجه ليها حاجتها. عايزه تعملي فته تاخدي من، تقولي للجزار انا عايزه من لحمه الكتف لو سمحت. طب انت عايزه تعملي طواجن، عليكي وعلى الموزه، كل حاجه وليها ايه شغلها. نقلب كده كويس جدا عشان اللحمه، والنار تكون عاليه. النار عاليه ليه يا ساره؟ زي ما قلت لكم احنا عايزين نسد مسام اللحمه علشان تكون معاكي طريه وجوسي وزي الفل، واهم حاجه تكوني واثقه في الجزار بتاعك. تمام كده، ننزل بقى كده بالميه المغليه، سمي بالله كده، وانزلي بالميه المغليه. ساره طب ما انا ممكن استخدم ميه من الحنفيه؟ لا،
المية المغلية تخليلك الوقت للتسوية أسرع، وبتخليلك يعني ده الأفضل. طب يا سارة أنتي ليه ما غسلتيش اللحمة؟ اللحمة ما بتتغسلش. هفضل عايشة أقول لكم اللحمة ما بتتغسلش. اللحمة أيوة بيكون عليها بكتيريا ضارة وكل حاجة، أنتي لما بتدخليها التلاجة البكتيريا دي بتموت. الناس اللي بتغسل اللحمه وتغسل السجق ما بتتغسلش، والكبده ما بتتغسلش. اسمعي مني طبعا، انتوا عارفين اسمعي مني ليه، يعني مش عايزين هنا نقول، يعني احنا هنا شفات. نقلب بقى الكلام ده كده مع بعض كويس، وهنغطي اللحمه وهنسيبها تستوي براحتها خالص. هتبدا بقى واحنا طبعا شغالين تطلع ريم بسيط. الريم ده بشيله كده، بكون مجهزه معايا معلقه واشيل الريم ده واحطه في بوله، ارميه في الحوض، اخد شويه بشويه. اهم حاجه ان الريم ده ما سيبوش واقلبه في قلب الشوربه عشان الشوربه تبقى معاكي جميله ومسكره زي كده. نغطي بقى الحله بتاعتنا ونرجع نتكلم بقى في موضوع الملوخيه.